مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. والله بالخير جميعا. عبد المحسن مطوع من قرية عفران المغربية. القرية هذه في الشتاء تكون ثلوج. القصر اللي فوق قصر أمير قطر، إطلالته جميلة جدا. قاعة المؤتمرات. للمعلومية مدينة عفران أو قرية عفران مختلفة عن كل مدن وقرى المغرب، أقرب ما تكون أنها قرية أوروبية. حنوريك. مثال الأسد. لاحظوا بيوت هنا مصممة على أساس الشتاء والثلوج، لأنه في الشتاء تكون عفران بالكامل بيضة. هذا فندق ميشليفن مدينة عفران المغربية. الفندق جدا جميل، حندخله الآن ونشوف كيف من داخل وكيف الإطلالة. هذا الفندق طبعا معتمد على الطبيعة فيه. هذا اللبي تبع فندق ميشليفن في عفران المغربية. للي سألوا عن الفلاتر، للأسف أغلب المدن المغربية ما فيها فلاتر. يعني هذه إطلالة الفندق. الفندق وإطلالته صراحة شيء رائع جدا. هذا نزلنا عند المسابح الآن. وما زلنا في فندق ميشليفن. وهذا مبنى الفندق. العافية، خلصنا تقريرنا اليوم لمدينة عفران المغربية. إن شاء الله تكون عجبتكم التغطية، حاولنا نغطي أكبر عدد ممكن.